We meet. You get my point. I'm trying to show you that, okay, mainly is that in conditions that destroy wudu is ukwata kumwala wudu yebeda a food day. That's why we can't stand together in the same sofa. I think I've answered you very well. Who else has a question? Sekara Singh, do you have any question? Do you have any question? Seka, do you have any question? So I thank you very much. Let us submit dua then to fail Bismillah Rahman Rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Wa as-samawati wal ard. Man dha alladhi yashfa indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min illa bima sha'a wasa'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Allahumma aslih lana fi hadha ad-dunya alladhi na'ishu fihi ya rabbal alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya dha al-jalali wal ikram. يا ذا الجلال والإكرام أفلح لهذا التلاميذ في هذا الفصل يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت خير الرحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام مزق قلوبنا اللهم آت نفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين اللهم أتم لنا علينا نورنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعوذ بك من العلم لا ينفع ومن القلب لا يحصل من النفس لا يشبع ومن الدعوة لا يستجاب برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربي اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربوانا صغارا ربنا اتنا علما وارزقنا فهما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بك من همزات الشيطان يا رب العالمين إنك أنت الغفور الرحيم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علينا توكلنا وعلينا أنيب وعلينا وإليك المصير يا نعم المولى يا نعم الوكيل برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا إنك أنت خير الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.